بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. أيام الذكرى الحسينية هي أيام الحرية الإنسانية بأعظم وأجلى وأروع معانيها، وكم هو جدير بالإنسان الذي ينشد الحرية أن يستفعم من معاني هذه الذكرى في هذه الأيام. لم يقدم أحد درسا في الحرية كما قدمه الحسين بن علي صلوات الله عليهما، سيد الأحرار وإمام الأبرار. وما زالت صرخة الحسين يوم العاشر من محرم: كونوا أحرارا في دنياكم، ما زالت هذه الصرخة تهز النفوس والضمائر جيلا بعد جيل، وما زالت تبرق في كل زمان كأمل للخروج من عالم العبودية إلى عالم الحرية. إنها تبرق وسط هذا الظلام الذي نعيش فيه، حيث صرنا عبيدا لا لله تعالى بل للدنيا وما فيها. مفهوم الحرية عند سيد الشهداء صلوات الله عليه لا ينحصر فيما يروج له كمفهوم للحرية. حين يقال أن الإنسان الحر في هذا العالم هو ذلك الذي يملك مثلا حق التعبير عن آرائه، وحق اختيار حكامه، والعيش كيفما يريد، هذا مفهوم ناقص للحرية، يدور على الدنيا وحدها. وهو بهذا الاعتبار عبودية وتقييد من جهة أخرى، كأنهم يقولون لك: أنت حر في سجنك، تختار الزنزانة التي تريد، والزاوية التي تريد، والمأكل الذي تريد، واللباس الذي تريد، كل ذلك أنت حر فيه، ولكن تبقى في سجنك، فهل ترى نفسك حينئذ حرا؟ كذلك حين يقال لك:
أنت حر في دنياك، تنتخب وتعبر عن رأيك وتختار أسلوب حياتك وما إلى هنالك، تبقى حريتك محدودة بنطاق هذه الدنيا، تعمل لأجلها، توظف كل طاقاتك من أجل أن تعيش مرفها في هذه الدنيا، همك أن تزيد ثروتك ويعلو جاهك ويذيع صيتك. هنا أنت قد جعلت نفسك عبدا للدنيا، مقيدا بقيودها، مسجونا بسجنها، فلست حرا بما للكلمة من معنى. انظروا مثلا إلى المجتمعات الغربية اليوم، إنها مجتمعات تبدو حرة لإفريقي مهاجر أن يصبح في هذه المجتمعات رئيسا لحكومة، كما حصل تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية. لأي كان في هذه المجتمعات الغربية الحرية في أن ينقد أكبر رئيس أو يهاجمه أو يسخر منه أو حتى يرشقه بالبيض. نعم هذه حرية، ولكن ماذا عن عبودية المجتمعات الغربية لرأس المال؟ صاحب رأس المال هو السيد، يحرك الاقتصاد ويحرك السياسة ويحرك الاجتماع ويخضع له الآخرين. إن لم يعمل المواطن الغربي ليلا ونهارا في خدمة صاحب رأس المال فلن يكون إنسانا. إن لم يوظف المواطن الغربي طاقاته لأن يكون رأس مال ويحجز لنفسه مقعدا وسط طبقة الأثرياء فلن يكون سيدا. حياة هذا المواطن المسكين تنتهي دون أن يحقق شيئا يذكر على صعيد روحه ومستقبله الأخروي وبنائه الذاتي. تنقضي حياته في المخدرات اللذية، أعني بها اهتماماته باللذائذ، أكل وشرب وجنس وسياحة ولعب غولف وما إلى ذلك، ثم ماذا؟ قبر ولا شيء. بل كثيرا ما يعي المواطن الغربي أن ما هو غارق فيه ليس إلا مخدرات خدرت وعيه عن اللذة الحقيقية، لذة الروح، لذة الشعور بأن هناك مستقبلا، مستقبل أبدي سعيد ينتظر هذا الإنسان. لذا فإن هذا المواطن الغربي حين يفيق على الواقع ويمل من الأكل والشرب والجنس والمسابقات والسينما وبرامج التلفزيون يرى حياته وقد اصطبغت باللون الأسود، كل شيء فيها قاتم، كل شيء فيها ممل، فيذهب إلى بناية شاهقة ويرمي بنفسه من أعلاها كي ينتحر. وهكذا تجدون أن أعلى معدلات الانتحار هي في الغرب، وذلك بسبب تنامي الشعور باليأس من الحياة. هذه هي حرية مقنعة، مقنعة بالعبودية للدنيا وما فيها. حين يتعلق الإنسان بهذه المباهج الدنيوية الزائفة الزائلة، فتصبح هذه المباهج وهذه اللذائذ مبلغ همه ومنتهى قصده. وحين يكون رأس المال
هو المهيمن على الحياة البشرية، وحين يكون الإنسان خادما للدنيا، للدنيا خادمة له. سيد الأحرار والمعلم الأكبر للحرية الإمام الحسين صلوات الله عليه يرفض هذا المفهوم للحرية، يرفض هذه الحرية الناقصة أو المقنعة أو المحدودة بحدود الدنيا الوضيعة. لذا فإن الحسين صلوات الله عليه يقدم للبشرية مفهوما آخر للحرية، ذلك المفهوم الحقيقي الذي يجعل الإنسان إنسانا بحق، حرا بحق، سيدا بحق، لا يبيع نفسه للدنيا ولا يجعل الدنيا ثمنا لنفسه. كيف لا وهي دنيا، دنيا ساقطة وضيعة لا عليا، إنها دنيا لا عليا، كيف تعلوك الدنيا وهي تحت رجليك، إنها دنيا. يقول إمامنا الحسين صلوات الله عليه: إن جميع ما طلعت عليه الشمس في مشارق الأرض ومغاربها، بحرها وبرها وسهلها وجبلها، عند ولي من أولياء الله وأهل المعرفة بحق الله كفي الظلال. أجل، كل ما في هذه الدنيا عند ذاك الذي يعرف الله جل وعلا كفي الظلال. ليس عاقلا من يتعلق بالظل ويركض وراءه، إنما هو ظل، ليس هو نفسه الأصل حتى تتعلق به. الدنيا وما فيها ظل، والأصل الآخر. هناك في الآخرة تجد النعيم الحقيقي الذي لا يزول، أما هنا في الدنيا فلا تجد إلا هذه الظلال، سرعان ما تفيء ثم تتلاشى سويعات وترحل أنت عن هذه الدنيا رغما عن أنفك، فتذهب تلك الظلال التي كنت مخدوعا بها. إن جميع ما طلعت عليه الشمس في مشارق الأرض ومغاربها، بحرها وبرها وسهلها وجبلها، عند ولي من أولياء الله وأهل المعرفة بحق الله كفي الظلال، تزول وتنقضي. ثم إنه عليه السلام يقول: ألا حر يدع هذه اللماظة لأهلها، فليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها بغيرها، فإنه من رضي بالدنيا فقد رضي بالخسيس. تأملوا في كلام سيد الأحرار صلوات الله عليه حين يقول: ألا حر، ألا حر. هنا يتجلى لكم مفهوم الحرية عند سيد الشهداء أرواحنا فداه. ألا حر يدع هذه اللماظة لأهلها. اللماظة هي تحريك اللسان في الفم لتتبع ما تبقى من الطعام. يشبه سيد الشهداء عليه السلام الدنيا باللماظة، تلحس منها ما تبقى
وهي كناية عن احتقار هذه الدنيا واحتقار من يقوم بهذا الفعل القبيح. تخيل أنك تجلس إلى امرئ قد أكل ثم بدأ يجتهد بلحس أسنانه وتتبع بقايا الطعام في فمه بين الأسنان، إنه لفعل قبيح كريه. الحر لا يفعل ذلك، إنما يدع هذه اللماظة لأهلها. فليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها، فإنه من رضي بالدنيا فقد رضي بالخسيس. نفسك هذه لها ثمن وهي الجنة. إن كان ولا بد أن تذهب نفسك فاجعل ثمنها الجنة، اجعل التعويض الذي تريده لذهاب نفسك هو الجنة، لا تجعل الدنيا تعويضا وثمنا لنفسك. إنك إن جعلت الدنيا ثمنا لنفسك كنت قد رضيت بالثمن البخس، رضيت بالخسيس، بعت الغالي بالرخيص. ألا حر يدع هذه اللماظة لأهلها؟ دعوا هذه الدنيا بما فيها، تزودوا منها للآخرة، ولا تكونوا خدما لهذه الدنيا، اجعلوها خادمة لكم. كيف نجعل الدنيا خادمة لنا؟ هذا أيضا يجيب عنه سيد الأحرار صلوات الله عليه حين يقول في أبيات شعرية رائعة، يقول: لئن كانت الأفعال يوما لأهلها كمالا فحسن الخلق أبهى وأكمل، وإن كانت الأرزاق رزقا مقدرا فقلة جهد المرء في الكسب أجمل، وإن كانت الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل، وإن كانت الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل. الله الله، كن حرا بأن تتحلى بحسن الخلق فتكتمل مروءتك. لئن كانت الأفعال يوما لأهلها كمالا فحسن الخلق أبهى وأكمل. كن حرا بأن تقتصر على الكفاف ولا تلهث وراء المادة، فالرزق لك مقدر، وإن كانت الأرزاق رزقا مقدرا فقلة جهد المرء في الكسب أجمل. كن حرا بأن تسترخص الدنيا وتستعظم الآخرة فثواب الله أعظم، وإن كانت الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل. كن حرا بأن لا ترضى لنفسك ميتة على فراش، مت تحت السيف في الله لتنال أجر الشهادة، وإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل،
كن حرا يا هذا بأن لا تكون عبدا للمال، عبدا لرأس المال، عبدا لهذا المال، ضنينا به، بل ابذله في سبيل الله فإنه متروك، ستتركه لا محالة حين تموت. وإن كانت الأموال للترك جمعها، فما بال متروك به المرء يبخل. ما أعظم هذه التعاليم الحسينية السامية، وأي مدرسة هذه؟ هي مدرسة الحسين، تجد فيها كمال الحرية الإنسانية والترفع عن كل قيد يجعلك عبدا للدنيا وما فيها. أيها الإخوة، رأيت من المهم أن يتركز خطابنا هذه السنة على ضرورة نبذ الدنيا على النحو الذي علمنا إياه الحسين. نحن بشر، قد ننقاد من حيث لا نشعر إلى هذه الدنيا تحت مسميات وعناوين مختلفة، ننخدع بما نحن عليه ونغرق في المزيد، فنبتعد عن طريق الحسين عليه السلام الذي كان بدوره طريقا يبتعد عن الدنيا تمام البعد، وليست خاتمته إلا الجنة. انظر لنفسك أيها الأخ، إن وجدتها متعلقة بشيء من الدنيا غير ذي صلة بالآخرة ولو من باب المقدمات، فاعلم أنك مجانب لطريق الحسين عليه السلام. قد قيدت نفسك بقيود العبودية للدنيا دون أن تشعر. إن هذه الأيام فرصة لنا للتحرر من هذه القيود الدنيوية، ليس من طريق لنيل الحرية الكاملة إلا طريق الحسين صلوات الله عليه. وأول ما ينبغي للإنسان أن يتحرر منه هو الدنيا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.